هناك بعض الخروقات تمت، يعني على سبيل المثال كان هناك حالات خروج عن القانون وبلطجة في صهرجت الكبرى، الأمن سيطر عليها بشكل كبير جدا وتم القبض على البعض، وأغلب حالات البلطجة كانت من أنصار المرشح مرتضى منصور رقم 36 رمز تمثال رمسيس، واللي واجه في صهرجت حالة من الغضب الشديد وعدم التصويت، ولكنه يبدو أنه هو كان عارف يعني أن المكان ده بالذات قلعة الانتخابات فيها تصويت عقابي بالنسبة له، فكان في عدد من البلطجة حاولوا أنهم يوقفوا العملية الانتخابية، الأمن جه وسيطر على الأمور وقبض على البعض، أنا عندي الأسماء، ولكن يعني حتى لا يدخل البرنامج في عداء شخصي مع عائلات أو أفراد سأحتفظ بالأسماء لنفسي، ولكن بكرة الأحد بعد انتهاء العملية الانتخابية هنعمل لكم قايمة سودة للناس اللي خانت بعض أو الناس اللي خانت العهد في كل البلاد. ففي صهرجت الكبرى كان في حالات خيانة كبيرة جدا لأحمد مجدي عبد الرحيم، في مندوبين باعوا أحمد مجدي عبد الرحيم وأنا بحذره دلوقتي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكمان الأمن سيطر على كل حالات البلطجة في صهرجت، سواء الأفراد اللي من صهرجت واللي يعدوا 10 أفراد وجالهم مجموعة من البلطجية من خارج صهرجت الكبرى، ولكن الأمن سيطر وفرقهم، وفيهم اللي هرب وجري مجرد ما شاف رجال الأمن بيتدخلوا. كمان في ميت محسن تم إيقاف التصويت لمدة ساعة وصولا إلى ساعة ونص بسبب بلطجية مرتضى منصور، لأنهم حاولوا يوقفوا العملية الانتخابية بعد ما عرفوا أن في حالة غضب شديدة جدا من أهالي ميت محسن، ولم يحصل على صوت واحد حتى يمكن الساعة 12 في ميت محسن، بشكل أو بآخر الدنيا كانت سيئة بالنسبة له بشكل كبير جدا. في قليلة الدنيا كانت فيها مفاجآت كبيرة جدا، لأن كان التصويت هناك مفاجأة، بيعلو في قليلة عبد الفتاح البحراوي وكمان معاه ابن البلد في قليلة وبعض الناس، ويغيب الأباطرة بما فيهم حزب مستقبل وطن ومرشحيه سواء الحاج أحمد الألفي أو سواء أسامة راضي، ويغيب أيضا عن المشهد في قليلة كل المشاهير والشباب يتواجد بشكل أكثر من رائع، ولكن المفاجأة أن عبد الفتاح البحراوي ابن ميت غمر المدينة يدخل طرف بشكل كبير جدا هناك. في في بشلة الأمور تسير على ما يرام، تم التعدي من قبل مرتضى منصور على البعض، ولكن أهالي بشلة طردوهم من البلد بالكامل، وأصبحت بشلة كلها على بقرة أبيها، يعني اكتساح حتى الآن لأحمد الألفي وقائمة مستقبل وطن وحزب مستقبل وطن أسامة راضي، وبعض الأصوات على استحياء جدا لباقي المرشحين، ولكن تعتبر بشلة الأمور تسير كلها في اتجاه أحمد الألفي وحزب مستقبل وطن. في مدينة ميت غمر الأمور كانت فيها مفاجآت، المال السياسي اخترق الزمم واخترق الضمائر، وكانت المفاجأة ان في مندوبين باعوا مرشحيهم، وفي ناس كانت بتاخد 1000 جنيه على الصوت، ورصدنا ده من خلال يعني اكتر من حالة، وعندنا اكتر من صورة بتوضح كيف تمت عمليات الخيانة في ميت غمر، إلا أن بعد الساعة 2 بدأت الاستراحة ويخرج بعض العمال وبعض الناس اللي شغالة في أعمالها، فبدأت الأمور تتعادل شوية، يتواجد مرتضى منصور هناك في لجان ميت غمر على استحياء، ولكن يتواجد بقوة أسامة راضي وعبد الفتاح البحراوي والدكتور محمود العزب في مدينة ميت غمر.